شو رأيك أنت كمان تجدد شبابك؟ شو يعني في عندك عروس لي؟ لا أنت ما في بالك غير العرايس. شلون واحد لك قبل يجدد شبابه بلا عروس؟ قصدي إنه أنا وياك نغار من عماد وسوسة ونعمل عسل من جديد، نسافر لبرا ونتسكع بهالطرقات ونروح الأسواق ونشتري أغراض كتير. إيه ما عندي مانع، منسافر. أنا أبو البسط، خلينا نصرف كل شي معنا لك وعمره ما حدا يرد. وين بدك تاخدني؟ رح أخدك على محل تنبسطي فيه كتير. وين يعني؟ رح أخدك على أحلى منتجع بهالبلد. وانا شو بدملي انك بكره ما تفيق وتقلي كلامه الليل يمحوه النهار وتنسى كل شيء؟ الله يسامحك، اذا بدك بكتب لك تعهد، بس الاولاد وين بدنا نتركهم؟ نتركهم عند امي. وبلكي عمي بقى قبل بيقبل. يا حبيبي بعرف بيقبل، بس بنرجع بنلاقيهم ميتين من الجوع. هلا انت اترك هالموضوع علي، انت بدنا نسافر بكره. ما بدك تاخذ اجازه من الشغل؟ انت قلتيها، يلا بقدم اجازه ويوم السبت بنسافر. رايحة أحمل حمى. خليه وجه مثل الزلطة، بدي أطروص اليوم. لا خايف ما يكون حجز بهالمنتجع. لا شلون ما قلنا حجز مو خبرناهم قبل ما نطلع وقالوا لنا أهلا وسهلا. علي معلي إذا ما حجزوا لنا لحطتهم اللي فوق واللي تحتهم، اللي يرفع عليهم الدعوة. لا شفتي عادي بمشي مع حلوة بالمنتجع لهنا. أهلا وسهلا. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله بخير. شلون صحتك؟ ماشي الحال الحمد لله. أنت لمين ما كان بتبتسمي ولا عم تبتسمي لنا لأنك حبيتيني؟ خلصنا بقى نبيل، أنت جاي تقصير معه؟ خلص قلع عن الحجز. إيه على عيني. لو سمحتي أنسة، في حجز باسم نبيل شقة يابو، شوفي لي إياه والله. محجز لكم إقامة كاملة لمدة 10 أيام، تتضمن الطعام وجميع أنواع المشروبات من عدا الكحولية. يا هيك الأهلا وسهلا يا بلا، شايفة الذوق واللطافة. شايفة. نبيل خد المفتاح منا خلينا نطلع على الرفة، أنا تعبانة. ممكن دفتر العائلة أو الهوية؟ إيه على عيني. على عيني، هي دفتر العائلة وهي الزوجة الأولى. الله يكون أخيرا. تعطينا المفتاح خليها على عيني. 113. على عيني، شكرا، يعطيك العافية. باي باي. يا سلام، شو هاك بهنكي بهنكي. الله يسلمك، شلون شفتي لي السويت؟ بياخذ العقلي شي حلو. ما نعم امرك خير. سلامتك، تبرنا اي خدمة؟ لا سلامتك. ايه تعال سيكم عليك. الله يعطيك العافية، عمرو ما حدا يرد. الله معك، تعي شوفي هالاطلالة، تعي يلا فنجري بلاش. ليك يا المسمع، شي على بالي شك طيارة من عندكم. شايف هالمنظر ما أحلى؟ بيطير العقل، بيطير العقل. يا ريت نجي من لما معنا. لا لا، نبقى بنجي مشوار تاني أنا وياك ولما. هذا المشوار إلي وإليك وبس حبيبتي، لا بدي حدا يلهيني عنك ولا حدا يلهيك عني، أنا وأنت والحب ثالثنا وبس. مين هلا استفادنا؟ ها بنت حلال لما. الو اهلين بابا. ايه الحمد لله كثير مبسوطين، مو ناقصنا الا تكوني معنا. تسلميلي بابا. شلون عمتك؟ ايه عطي بالك عليها. سوسان منيحة صدقيني، انه بنت حلال كانت هلا عم تحكي عنك. اعطيني احكي معها. خدي خدي. الو مرحبا لما، كيفك؟ المنظر عنا بيطير ضبنات العقل، يا ريتك اجيتي. الو مرحبا ماما، كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله يا رب. كيف الاولاد؟ ان شاء الله ما عم يعذبوكي.
هذا بروسلي عم يعمل لك شيء؟ الحمد لله. وسميرة؟ يقبروا قلبي يقبروا قلبي شو اشتقت لهم. ايه وعمو ابو سعيد الله على الهوى يا رب يا هو ان شاء الله ما عم تتخانقوا. سهامو يا قصيده هذا كامل جوزها شو مجقشع. خلصيني احكي مع امي خلصيني. لك ليش هيك عملت نبيل؟ بدي احكي مع الاوتيل. طب كنت خليني اكمل حكي مع امي. خي امسكي حاكيها من موبايلي. ما تحكي انت من الموبايل. لك ما بعرف رقم الاوتيل انا. شرف. ايوه. الو مرحبا اليسه. شلونك؟ لا قطعت لي حكي مع امي مشان طحلك مع موظفه الاستقبال. بطلت احكي منيح هيك؟ ها؟ الو مرحبا مرت عمي مربى شلونك؟ لا صفصف بدها تحكي معي. مسكي حكي بس حكي بعيد. قومي. الو بك قومي احكي بعيد. ايه امي شو قلت لي طبختي؟ مرحبا انسه. ايه شلونك؟ بدي اياكي الله يرضى عليكي تبعتي لي احسن بوكي ورد عنكم. ايه لك ايه اكتبي لي عليه اهلا وسهلا بالعريس. ايه انا العريس تسلم على حالي عندك مالي على عيني شواربك والله. انا بكير ربط استاذ. اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه. هذا هو يسلم ودياك. مسك لالا في سويته نازل فيه الاستاذ عباد. يا ريت تاخذ له البوكيه وتودي له اياه. حاضر الله يخليك. الله معك. وينك؟ لحظه لالا. اذا سالك مين بعته قل له في شخص من برات الاوتيل اتصل وبعث لك اياه. مسك. شو اسمه الشخص؟ لك اخي قل له ما بعرفه. واذا هلا لا تعمل اياه بقى راح حلابي. خلص وديه واتكل على الله. اللي انا؟ ايه لك. ايه بس يعني مين بعته؟ واحد صاب الفندق قال لي بعث لك اياه. فهمت، ما قال لك شو اسمه؟ لا والله ما قال شو اسمه. طيب اخي فوت وحط لنا اياه. شكرا تسلم لي اياك. شكرا. شو هذا؟ كثير حلو هالبوكيه. من مين؟ حلو بس ما بعرف. سالته انا ما بيعرف من مين بعده. ما بعرف. ها اجى ببالي هذا من لما، لانه ما في غيره بيعرف انه نحن هون. بس من ذوقها كثير ما في مثل هاللمى. الو اهلا بالعريس. هذا انت؟ طيب شو عرفك انه نحن هون؟ لك عمي انا نبيل شقت يا ابو. لا مو لما قالت لي. رحت لعند واحد مزعبرجي فتح لي مندل وقال لي انك انت هون. هلا طمني بوكيل ورد عشان هذا انت اللي بعته؟ كثير حلو شكرا كثير. شلون سوسان؟ اسمع عنزه علي ما علي اذا طلعوا على صلاتك مو زراب لاقدحك بوكس رجعك على الكونغور تبع استراليا. هلا خلصني بدك شيء من الشام بلا سؤال. لا سلامتك بس الله يخليك. لا تخدر حدا انه نحن هون. ما بدي حدا يزعجنا. طيب طيب مع السلامه. مع السلامه. زي مين كان عم يحكي معي؟ نبيل. وهو اللي بعت بوكي الورد ما هيك؟ شو عرفه؟ هيك فهمت من طريقه حديثك معه. الله يصلحها هلما. قديش قلت لها لك لا تقولي لحدا ما صار الا قالت له. لك معقول نبيل نشوف عماد وسوسك هون؟ لا ما لها صدفه. رب صدفة خير من ألف ميعاد. يلا أمي غير واعيكي. ليش؟ نروح نبارك له. لا
نبيل هدول عريس وعروس ضروري هلا نزعجهم هن عم يقضوا شهر العسل. لقي ما بنزعجهم كل ربع ساعة منبارك لهم نجي. يلا قومي. ربع ساعة بس ها؟ ايه بس ربع ساعة غيري اوعيكي انت. يلا رح نروح بالبيجامة والفري معي. يلا طلعنا هي لك اوام. لا بقت لي البيجامة. اهلا عريس. هذا انت؟ لك من شوي حاكتني من الشام، شلون اجيت؟ ركبت صاروخ واجيت. بنقدر نفوت؟ تفضلوا. اوعى استاذ عماد صدقني نحن ما كنا حابين نزعجكم، بس هو اصر انه يسلم عليكم. تفضلي تفضلي. شو هالمفاجأة الحلوة؟ أبو زميل بذاته عنا؟ إيدي على راسك، المفاجأة حلوة. من جهة حلوة حلوة كتير، أنا رح يطير العقل تبعي. كذاب. كيفك مدام سوسة؟ الحمد لله كتير منيحة. كيفكن أنتو؟ شو أخباركن؟ هلأ من أول فهموني، أنتو مين اللي قالكن إنه نحن هون؟ شو جابكن ورانا؟ إذا حكينا لك يا أستاذ عماد ما رح تصدق. أكيد برح تصدق، لأنه نحن ذات نفسنا ما لنا مصدقين شلون وصلنا لهون. لك أخي أنت حكي لي الصدق وأنا بصدق. أنا بعرف أنا بعرف. شو بتعرفي؟ بعرف إنه أبو سمير حظه كتير حلو بيفرق الصخر، فأكيد جايين لهون بدعوة مجانية، يا أما ربحانينا من علبة محارم أو من علبة سمنة أو من ربطة معكرونة، صح؟ جواب نهائي. نهائي. صح. يلا نبيل حاجة عيب. شو حاجة هلا شيء لسه ما شفناه؟ نبيل حط عينك بعيني. ايه قومي يلا. خليكم ابو سمرة بكي. خلص معتمد. تفضل تفضل تفضل. معتمدين معناته يلا خاطركم. ليش الخبيط كله؟ شو بدك؟ شو بدك؟ مشان تفتح الباب. هاي فتحنا لك. نعم شو بدك؟ جاي اعزمك على العشاء. لك اخي نحن طالبين عشان على غرفتنا، ما بدنا نتعشى مع حدا. ايه بعزمكم على العشاء عندكم بالغرفة. بدنا نتعشى لحالنا. طيب اخي ما بيصير، انا نبيل شقة يابو، معقول اترك رفيقي وعروسته بدون ما اعزمهم على العشاء؟ الله يخليك يا نبيل، بكره بس نرجع على الشام، ابقى عزمنا على عيني. بس هلا كرمال الله عتقنا، كرمال الله. لك اخي ما بيصير، صحيح انا ما بدي ادفع ولا فرنك، بس عزيمتكم واجب. اهلين ابو سمير فوت. ها هي قالت لي تفضل. يلا. لا مالي فايت، عم بمزح معك. خاطرك. لك اخي كرمال النبي مالك عتقنا، لك حل عنا. ايه ماما حبيباتي شو اخباركم؟ ان شاء الله ما عم تعذبوا التيتا. برافو عليكم، الله يرضى عليكم. يبعد ستين حمر، ان شاء الله مين عمل فيك هيك؟ نزلت بالاسانسير. شو نزلت تعمل بالاسانسير؟ في واحد ولد صغير فتح باب الاسانسير قبل ما يوصل الكابين، حط اجره وسند صار تحت. يا حرام، انت شو عملت له؟ لحقت وانا على حبال مثل سلفستر ستالون. يبعد لي حمى عليك. طب حبيبي ما خفت صار لك شيء بهالسنتين؟ ما خفت منه انا ولا فرقت معي، مع انه على نيه كان كبين سلت علينا هرسنا هرس وسوانا همبرجر. هيدي الشر عندك، الحمد لله على سلامتك تقبرني. فوت على الحمام فوت الطب. لا بس في شغله بدي اقضيها وارتاح شوي بعدين فوت على الحمام. ما خفت منه انا، منه ما خفت. الو اوبريتر Give me a reception. نبيل شقة يابو عم يحكي. مرحبا استاذ. شو ها؟ فواكه. ومين اللي قال لك انه انا بدي فواكه؟ ها؟ استاذ نبيل شهرك يا هون. نبيل؟ روح كلهم انت، وهذا شقة يابو، شو ما لكم بعثوا لي، لا تبعثوا لي حتى لو بينشق راسه. روح من خلقتي لك، روح من خلقتي، روح. الله يهري عصبك يا نبيل مثل ما انهرى عصبي. تعرفي صفصار؟ شو؟ جي على بالي يتجوز امه للولد. نعم نعم نعم.
طولي بالك لا تنعمي، ما بدك تفهمي من الاول ليش جاي على بالي يتجوزها لامه. واضحه مثل عين الشمس، ست حليت بعينك، بس شو عرفك انها ارمله او مطلقه؟ لا يروى فكرك لبعيد، جاي على بالي يتجوزها شي خمس دقائق، دحى بوكسين، هرلها اسنانها على اهمالها، معقوله تترك ابنها يروح على الاسانسير لحاله وهي ناطحه حالها ورايحه على الكوافير عم تعمل كباش جديد، معقول؟ اذا هيك معك حق، ما كان لازم تتركه لابنها بنوم. يلا شرفوه ها. يا بيتي يا بويتاتي يا مستر لعويباتي، لا فيك خلقت وفيك ربيت وفيك مقضي حياتي، مو عبثا قالوها مو عبثا. ما احلى الرجوع اليه، بتعرفي صفصاف انا وين ما رحت وين ما جيت ما بلاقي احلى من بيتنا. ايه بروزلي شلون كانت زيارتك عند ستك؟ بدك الصدق ولا ابن عمو؟ لا بدي الصدق. مو كتير، قضيناها على النقر ونقر بين تيتا وعمو ابو سعيد. بابا سمير غلب تيتا بالباصره. تعرف دراستك عم تلعب بالشده ولا؟ انت ليش بتحب توجع ناسك بشغلات ما لها جد طعمه؟ بابا انا كل علاماتي كانت عشرات. ابري عليك على عيني شواربك. حق الله حيو. يلا لقوم تمدد لي شوي انا ركاب. وين؟ ما بدنا نروح نستلم السياره؟ ليش اشتريتوا سياره جديده؟ مو ابوك رح يصرف المصاري قام ربح سياره؟ يا لطيف شو حظك حلو. لك شو قولي من عينك، قوم فوت لجوا، قوم فوت خد اختك فوت وارتاحوا. يلا ابي مو ناقصني غير بروسلي يحسدني انا. لا تخافي خانو، السياره ما رح تجو عليكي، بستلمها وتكرب عينك، بس خلينا اقوم نريح شوي عمره ما حدا يرات. يلا لك يلا خلينا نقوم بقى. انا مين بده يعلمني السواقه، انت ولا سجل بشي مكتب؟ ليش بدك تعلمي السواقه؟ شلون لشو؟ مشان سوق سيارتي اللي هدوني اياها. لك اما بدها بتتعلمي لحالك، شهر شهرين بتتعبي لك كم حيط وكم سياره، بتروحي لك شي رجالين ثلاثه وبتاخذي الشهاده بالواسطه، الهي تغبطي لك شي اثنين فاقدين الذاكره، ترجع له ذاكرته ونربح لنا شقتين. نبيل انا ما عم بمزح. وانا ما عم بحكي جد. شوف نبيل هالمره ما رح خليك تبيع السياره والسما زرقاء. صار معنا مصاري وصار لازم اركب انا سياره، والا العالم بيحكوا علينا بيقولوا علينا بخلا وايدنا ضابه. فشلت عينه كل واحد بده يطالع علينا اشاعه، بصل زانه انا، علي ما علي ما بكون نبيل شقة ثيابه اذا ما بخليك تصيري احلى دركسيو، تسوقي احلى دركسيو. ان شاء الله بتسلم لقلبي يا امير انت. يا شو؟ يا امير. معقول هلا ما حفظتي اسمي؟ يا نبيل انا. يا نبيل. ايوه بس لشو على المناقشه هي؟ لشو المناقشه؟ شو بدك؟ هاتي لشو؟ حبيبي بدي تبيع سيارتك القديمه وتشتري سياره جديده. لا ما بقدر بيعها لانه مرتاحت له. مين؟ روحي. لك دغري بتزعل ليش هيك بتصدقي؟ شو رايك نتصالح؟ حاجه ما. وبعدين معك بروسلي انقلع لجوا. ظريف بروسلي بينبز باللحظة المناسبة مثل حماتي.